إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم راحة للقلب وطمأنينة للفؤاد. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تزيل الهم وهي سبب في إجابة الدعاء، فلماذا نزهد في هذا الفضل؟ ولماذا تغيب عنا هذه الأجور؟ الآن عطر فمك وجمل لحظات حياتك بالصلاة والسلام عليه، وإذا أردت مزيدا من الأجر فأرسل هذا المقطع لمن تحب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد.